هلا وانا حموتي، اليوم لعبتنا هجومنا ترى. يلا نبدأ. بدأنا باللعبة حدوس هاي، بعدين خليني قوي، الطيارة صار قوي. واو فجرتهم بسرعة. هاي اللعبة حلوة، تابعوني حتى تنزلوها وشوفوها. يلا. اوه هاي طيارة راح بعد هنا، الان راح تهجم. فجرتها يس. واو شوفوا طيارة عملاقة. ايش فجرتها يس، فجرتها. اوه شوفوا السفور. ايه اخيرا شنو هسه الهجوم السادس. واو شو الطيارة. يلا ايه فجرناها الطيارة هسه. واو اكبر الطيارة، ما خليها تجمع علي. هجمت بس ما خسرت. انفجرت يس، فزيت. راح اختار هاي مرة ثانية. يلا واو فجرتهم بسرعة. أسكتلهم بسرعة. واو شوف قد هجوم قوي. واو يلا. اوه طيارة كبيرة راح تبعد هنا، لان هي راح تهجم. اوه فجرتها يس مرة ثانية. وطيارة كبيرة راح اخليها تهجم علي. اوه قتلتها. يلا شوفوا. واو هاي سوت لي طاقة قوية. فجرت بها الطيارة بسرعة. واو شوفوا هاي راح افجرها، ما خليها تهجم علي. شوفوا انا قوي بهاللعبة. وبعد فجرتها فزت بالمرحلة. يس فزت. بدأت راح اختار بعد من هاي. واو شوف بسرعة جاي افجرهن. فجرتهن. يلا شوف الطيارة ظل شوية وتموت. يعني ما فجرتني انا قتلتها بس، وصارت هاي الطاقة بعد. اهجم. يلا ايه فجرتها قبل لا تهجم علي. هاي الطائرة العملاقة ما خليها تفوز علي، وقتلتها بعد. واو هجوم قوي كلش. هسه يشوفن اقتلهن. وقتلتهن. وهسه الطائرة العملاقة هسه اقتلها. شفتوا ما قتلتني، ما خليتي تفوزين. وبعد قتلتها ياي. ولهنا خلصت حلقتنا، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، ومع السلامة.